السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب سنة أولى؟ عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير. معاكم مصطفى أيمن فرقة تالتة، وجايين النهاردة نتكلم عن أولى محاضرات الأوتونوميك نيرفس سيستم، واللي هتكون بتتكلم عن السيمباسوميماتكس. لكن قبل ما نبدأ المحاضرة عندنا حاجتين حابين نعملهم. الأولى وهي إن إحنا ندعي لزمايلنا اللي ربنا توفاهم، إن ربنا يسكنهم جميعهم فسيح جناته يا رب، ويجعلهم مع الصديقين والنبيين والشهداء، اللهم آمين، وألحقنا بهم في الصالحين. والحاجة التانية هو إحنا حابين نتكلم عن نقطة الكل مننا بيشتكي منها الفترة دي، هي نقطة عدم الوصول، اللي هو كله ساعي ساعي مفيش وصول. أنا عمال أذاكر ولكن درجاتي أنا غير راضي عنها، أنا عمال أذاكر بس أنا ما بوصلش للهدف اللي أنا عايزه. حتمية السعي مش هتقتضي، يعني استمرارية السعي سوري لا تقتضي حتمية الوصول، بس أنت جالك ضميرك مرتاح. يعني أنت لما جيت درجة وحشة وكنتش عملت اللي عليك، ضميرك هيأنبك، لكن عملت اللي عليك فتبقى أنت موقن إن دي حاجة بتاعت ربنا، وإن ربنا إن شاء الله هيعوضك عنها كل الخير بالله يا رب. نبتدي بقى في محاضرتنا. هنتكلم الاول عن الاوتونوميك نيرفس سيستم تقسيمته لسيستمين، وبعدين ندخل على السمباس ومايماتكس. تمام، الاوتونوميك نيرفس سيستم عندي بيتكون من جهازين. الجهاز الاول هو الباراسمباثيك سيستم، والجهاز الثاني هو السمباستيك سيستم. طب الباراسمباثيك سيستم ده بتاع ايه؟ ده بتاع الريست اند دايجست، ده الجهاز اللي انا بستخدمه في وقت الراحه. الجهاز ده وقت الراحه انا قاعد باكل، وقت الراحه مستكانيس ما فيش اي حاجه خالص، او انا كنت في سمباستيك وراجع تاني فالجسم كان متوتر ومش عارف ايه، فبيرجع الجسم لحاله ان هو ايه، كالم ستيت. نفتكر المنظر، توم كده وقاعد مستقنيس بيسمع الراديو جسمه هادي. تمام، نتكلم على السيمباثيك سيستم. السيمباثيك سيستم بتاعنا هو ده الجسم، الحاله اللي الجسم فيها بيكون امرجنسي طوارئ وكده. تمام، فبالتالي انت بتبقى خلاص الجسم مستعد حاجه اسمها فايت اند فلايت، مستعد للستريس. تمام، بنفتكر الميم الجميل ده، بيقول لك نو ريست امرجنسي اونلي، اللي هو السيمباثيك جه فانت خلاص مفيش راحه، احنا طوارئ. بس السمسك ده جهاز الطوارئ، انا في خناقه فانا جسمي كله يعلن حاله الطوارئ. تمام، السمسك جه فالجسم بيقول الاعضاء بتقول لبعضها الايام اللي جايه لا فيها راحه ولا بالراحه، احنا شغالين كلنا خلاص على هبه الاستعداد. طب تعالى نشوف السمسك ده بيأثر على الجسم ازاي. تمام، نبتدي بالعين ونقول ان الجسم في حاله السمباثيك بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها اكتف مايدريز. بيعمل حاجه اسمها اكتف مايدريز، يعني اكتف مايدريز يعني انت في حاله انك بتتخانق، في حلقة العين اللي هي السواد اللي جوه ده بيبدأ يوسع علشان خاطر ان هو ايه، يخليك تشوف نطاق اوسع او هكذا. تمام، طب في ريسبتور في العين، الريسبتور اللي مسؤول عن الاكتيف مايدريس او ريسبتور في العين اسمه ايه في السمباثيك؟ اسمه الفا 1. تمام، هنيجي نتكلم عن الماوس. الماوس بيحصل لك حاجه اسمها ايه، السلايفيشن بيزيد، ولكن السلايفيشن اللي بيزيد اثناء الخناقات هو سلايفيشن غير اللي احنا متعودين عليه في الوقت العادي، اللي هو بيكون ميه وتبلعه براحتك ومش عارف ايه وكده، الدنيا خفيفه يعني. لا، انت في وقت الخناقه فانت ريقك نشف. لا، هو مش ريقك نشف، يقول لك مش عارف ابلع ريقي. المصطلح الادعى او الاصح في النقطه دي هم يقول لك انا مش عارف ابلع ريقي. ليه؟ لان ريقه بقى مخاطي تقيل قوي. تمام، وبقى ان هو سك غليظ، انت مش عارف تبلعه، انت حاسس بتقل، ففعلا انت مش عارف تبلع ريقك، ولكن لا هو في ريق وريق ما نشفش، بالتالي السلايفيشن زايد. طب مين الريسبتور برضو اللي في الماوث؟ هو الفا 1. نيجي بقى للايه، الكوماندا بتاع الليله دي كلها، الهارت. تمام، انا عندي قلب واحد، ماشي، يبقى هاخد له ريسبتور اسمه بيتا 1. يبقى بيتا 1 قلب واحد، القلب واحد، ها القلب الواحد، ها مش بتكلم عن القلب، بيبقى فيه بيتا 1. تمام، فانت شخص ما يكون عندك قلب واحد يبقى فيه بيتا 1، ها ما تبقاش تفص. طب البيتا 1 تعمل ايه؟ قلب بتزود كونتراكشن، بتزود الهارت ريت، ماشي، بتزود الكوندكشن، توصيل الدم. طب الليله دي كلها توصل لفين؟ الليله دي كلها توصل انك عايز تزود الكاردياك اوت بوت. تمام، ندخل على الرئتين. انت عندك رئتين يبقى فيها بيتا 2، رئتين بيتا 2. تمام، بتعمل ايه بيتا 2؟ قال لي بتعمل، ماشي، برونكو دايليتيشن. بيتا 2 تعمل لي برونكو دايليتيشن. خلاص خلصنا العين والبق والقلب والرئتين. ندخل على الليفر. قال الليفر ده مسؤول عن ايه؟ قال لي مسؤول عن ان هو الجنب اللي على الشمال ده كله، خد بالك ان هو كلهم فيهم ريسبتورين، ريسبتورين، انما اللي على اليمين ريسبتور واحد. تمام، اهو تبقى انت مثلا مبصمج المايند ماب لو ايه الدنيا عطلت معاك في الامتحان ولا حاجه. طيب الليفر فيه ريسبتورين، الفا 1 بيتا 2. طيب الليفر مسؤول عن ايه؟ قال لي الليفر مسؤول عن ان هو يا بيخزن جلوكوز في وقت الراحه، تمام خد بالك، ولكن في وقت الخناقه انت عايز طاقه. طب الطاقه بتيجي منين؟ قال الطاقه بتيجي من الجلوكوز. والجلوكوز بيجي منين؟ قال لي هجيبه من الجلايكوجين اللي انا مخزنه في الليفر. انا مخزن جلايكوجين عندي في الليفر يا باشا، ما كنتش هطلع الجلوكوز من الجلايكوجين اللي في الليفر اطلعه امتى؟ انا في خناقه دلوقتي فعايز طاقه للعضلات. تمام، فالليفر بيزود ايه؟ قال لي بيزود عمليه اسمها انكريز الجلايكوجينولايسيس،
بالمناسبه بما ان احنا هنا عند النقطه دي، هي تاخدها ان شاء الله تفسيراتها عملياتها في البايو الموديول الجاي، ولكن اقول لك معلومتين. كلمه لايسز يعني انا بحلل الشيء، فانا هكسر الجلايكوجين احوله الى جلوكوز عشان يروح للعضلات يديني طاقه. تمام، خلصنا الليفر، ندخل على البلاد فيسلز اللي موجوده عندنا في الجسم. البلاد فيسلز موجوده في نوع، عندي نوعين من البلاد فيسلز موجودين في اماكن مختلفه. بلاد فيسلز موجوده في السكن والميوكس ممبرين. بلاد فيسلز، هل انت محتاج دم يوصل للجلد وانت بتتخانق، ولا محتاج دم يوصل للعضلات؟ فبالتالي هتلاقي عند الجلد في الوقت ده موجود الالفا 1 يشتغل، يعمل حاجه اسمها فازو كونستريكشن، ولكن يحصل فازو دايليتيشن على الماسكو سكيت المصل. انت خلاص بتتخانق، فانت محتاج دم يوصل للعضلات، محتاج طاقه توصل للعضلات، محتاجين نتكاتف كلنا دلوقتي عشان خاطر الشخص ده يغلب في الخناق. تمام، فبتلاقي حصل فازو دايليتيشن. تمام، في العضلات على تاثير مين؟ على تاثير بيتا 2. طيب انت دلوقتي في خناقه، هتعوز تخش الحمام؟ هتعوز تدخل الحمام؟ لا، هتقول له سيبت خناقه وراح ادخل الحمام، مش هيحصل. فبالتالي انت محتاج ان العضلات بتاع المعده ما تشتغلش، تراكس الوقت، ريح الوقت، احنا عندنا طلعه ثانيه، والسفنكترز تنقبض عشان خاطر الدنيا ما تسحش في بعضها. فبالتالي مين هيعمل لي، مين الريسبتور اللي هيعمل لي ريلاكس، ومين الريسبتور اللي هيعمل لي كونتراكت؟ قال لي الريسبتور اللي هيعمل لك ريلاكس هو الريسبتور بيتا 2، كونتراكت يبقى الفا 1. خد بالك ان احنا ماشيين عاملينه الفا 1، الفا 1 اللي كونتراكت. تمام، يبقى خد بالك ان الفا 1 بيعمل كونتراكشن، انما بيتا 2 بتعمل ريلاكسيشن. طيب حاله الكدني، الكدني انت دلوقتي شخص بيتخانق ومش عارف ايه. تمام، الشخص عندي دلوقتي بيتخانق، فانا عايز ضغطه يعلى. فضغطه يعلى بسبب ايه؟ من ضمن عامل ان الضغط يعلى، تمام، ان الكدني زودت حاجه اسمها الرينين، فالرينين زود الضغط. تمام، فالكدني فيها ريسبتور ايه؟ بيتا 1. خد بالك ايه يقول لك ايه واحد يقول لك ايه، انا عندي 2 كدني، تمام، وهي محطوطه على الناحيه الثانيه فبس فيها ريسبتور. لا، ده انا جايب لك نص كدني اهو، نص كدنيه، ماشي، نص كلاوي فيها بيتا 1. تمام، بيتا 1. هنتكلم عن مين بقى تاني من ضمن الاجهزه اللي عندي؟ الجول بلادر. هل انت هتعمل، عايز تعمل، تعمل يورينيشن او عمليه تبول وانت بتتخانق؟ لا، فبالتالي برضه هحتاج نفس اللي انا هحتاجه في الانتستين، ان عضلات الجول بلادر تحصل لها ريلاكس، والسفنكتر يحصل له كونتراكشن، فيبقى شغال معايا مين؟ بيتا 2 والفا 1. بيتا 2 على عضلات الجول بلادر، والفا 1 على السفنكتر. تمام، شوف اللي جايه دي بقى، اللي جايه دي مهمه. الاول الست اللي بتولد، عايز اسالك سؤال، ده الست اللي بتولد الولاده بالنسبه لها سمباستيك ولا برا سمباستيك؟ على مستوى الرحم انت بتفكر سمباستيك، هو الرحم هيجي له مصيبه ايه تاني، او مش مصيبه، رحم هيجي له حاله يشتغل فيها ايه تاني اكتر من السمباستيك؟ مفيش. فبالتالي السمباستيك اكتر من الولاده، فبالتالي الولاده بالنسبه له سمباستيك. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه خالص، اماكن الريسبتورز هتتبدل، هتلاقي ان على مستوى عضلات الرحم حصل لها كونتراكت عشان تزق المولود لبره، وعلى مستوى السفنكتر اللي على الرحم اللي هو محطوط عليه بيتا 2 اهو، تمام، حصل له ايه؟ حصل له ريلاكسيشن، فبالتالي عشان قدر يوسع الدنيا للجنين يخرج. تمام، فخد بالك من اللقطه دي، ان الرحم او اليوترس عكس الناس دي كلها، اليوترس عكس البشر دي كلها، اليوترس حصل له ريلاكسيشن في السفنكتر وكونتراكشن في عضلات الرحم. يحصل حاجه كمان اسمها ايه؟ تريمورز. ماشي، المفروض ان ورا الصوره دي كان تريمورز الفيلم وكده، بس خلاص راحت الاكشن. تريمورز دي فيها الايد فيها ريسبتور اسمه بيتا 2. طب ليه يا باشا حصل تريمورز؟ تعالى بقى افهمك التريمورز دي حصلت ليه. ماشي، قال لك ايه اللي حصل؟ بيتا 2 بتزود الانسولين. تمام، ليه؟ لان في اخر بقى خلاص ان الدنيا كلها عندي انتهت. تمام، فالبيتا 2 بتزود الانسولين، الانسولين عشان خاطر الجلوكوز عندك عالي لما انت كسرته، فبالتالي عشان خاطر يدخل الجلوكوز الخلايا. ام ايه يحصل لما الانسولين يزيد؟ شبط فيه مين؟ شبط فيه البوتاسيوم. قال اخش معايا يا ابني، انت مالكش في القصه دي، انت عبيط اصلا، انت مالك ومال القصه دي؟ طب هم لهم ظهر يخرجوا ويدخلوا؟ لا، انا هروح معاهم. فحصل ايه؟ حصل هايبوكاليميا. لما البوتاسيوم دخل الخلايا كتير، لما البوتاسيوم دخل الخلايا كتير قل في الدم، فحصل هايبوكاليميا، فبالتالي عمل لي التريمورز. فانت خد بالك برضو من اللقطه كده، كنت انا وانا بشرح لك كمان هغلط فيها، اللي هي لقطه ايه؟ هايبوكاليميا، كاليميا، انما اللي بتاعت الكالسيوم، ماشي، كالسيميا. ماشي، دواء بقول لك ايه؟ البوتاسيوم لما الاقي حبات الجلوكوز داخله ادخل معاها. يا ابني دي مش سكتك، انت مالكش دعوه، لا ادخل معاها. طيب اديك جبت تريمورز للبني ادم وديته في ده. انا عندي ايه؟ الادرينو ريسبتورز. الادرينو ريسبتورز اللي عندي هم بيتا والفا. هبصمجهم ازاي؟ قال لي هبصمجهم ايه، ادي ايه، ماشي، بي تحت منها سي، تمام، دي. فبقى عندك اهو ايه الفا، بي بيتا، السي هنا كونستريكت، السي هنا دايليت. تمام، عشان خاطر لو انت مثلا عطلت فالايه تعمل ايه؟ الرصه دي ايه؟ بي سي دي، ماشي، الايه كان اصلها على سي عملت كونستريكت، والبي كان اصلها دي عملت دايليت. تمام، نتكلم عن ايه؟ التقليق او السينسز اللي حصل، ماشي، في البروتينات دي. جميع البروتينات الادرينرجيك ريسبتورز طالعه من جي بروتين،
فالجي بروتين عندي، عندي الفا واحد الفا اتنين ماشي وبيتا ريسبتورز تمام. الالفا واحد طالع من بروتين اسمه جي كيو، بيستيموليت الفيسيو الاي بي سي عشان يزودني الانزيمات الاي بي سي والداك عشان خاطر يزود الانترا سيلولار كالسيوم، يزود دخول الكالسيوم الانترا سيلولار تمام. اما الالفا 2 معموله من جي اي بروتين بيقلل الادينايل سايكليز فيقلل السايكليك اي ام بي. البيتا معموله من الجي اس بروتين فيزود السايكليك اي ام بي. اللي يهمني من القصه دي ايه؟ القصه دي بايو، بس انا اللي يهمني منها ايه؟ ان الالفا 1 معمول من جي كيو بروتين، الفا 2 معمول من جي اي بروتين تمام، وبيتا ريسبتور معموله من جي اس بروتين تمام. نتكلم بقى ايه في اللي بعد كده. ايه اللي بعد كده؟ قال لي هنعمل ام سي كيو بقى. احنا خلاص خلصنا الشرح اللي فات وعرفنا كل واحد بيعمل ايه تمام. هنيجي نتكلم عن، بيقول لك الدايركت افكتس اون هارت ديترمايند لارجلي باي. احنا كنا فاكرين ان بيتا واحد ماشي، بيتا واحد قلب واحد، فمن هختار مين عندي؟ قال هتختار بيتا واحد ريسبتور تمام. الاجابه طلعت بي تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك البيتا ادرينو ريسبتور سب تايبز از كونتيند ان اول اوف ذا فولوينج تيشوز اكسبت. البيتا ادرينو ريسبتورز موجوده في كل الريسبتورز ما عدا مين؟ قال لي البرونكيال كان فيها بيتا 2، الهارت كان فيه بيتا 1، هارت تاني بيتا 1 مش مشكله، ما كانتش موجوده في البيبولري دايليتور ماسل اللي كان فيها مين؟ كان فيها الفا 1 صح؟ صح. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك which of the following statement is not correct. ماشي نشوف ايه اللي غلط عندي. الالفا اجونست تو كوز مايوز، لا كان كوز مايدريز حتى تحت هناك ايه خلاص تمام. يبقى احنا كده عرفنا السمباثيتك بيأثر ازاي على الجسم. ندخل بعد كده في مين؟ هنتكلم عن الادويه اللي عندنا، الادويه اللي هي سمباسو مايميتكس. كلمه سمباسو يعني الجهاز السمباساوي، ومايميتك يعني الشبه ليه او شبيه ليه. فلما اتكلم عن سمباسو مايميتكس في العموم فهقول لك ان الادويه اللي هتعمل مفعول شبه مفعول الجهاز السمباساوي تمام. تمام. التعريف على مستوى بالانجليزي بقى فاقول له دي دراجز ذات ستيمولات ادرينرجيك ريسبتور تو برودوس ذا سيمبل اكشن اوف سمباثيتك. الادويه اللي هتستيمولات ادرينرجيك ريسبتور اللي احنا قلنا عليهم الفا وبيتا تمام، عشان خاطر يطلع لي اكشن شبه بتاع السمباثيتك. طب الكلاسيفيكيشن انا هقسمهم على حسب ايه؟ قال والله عندي تقسيمه على حسب كيمستري لكاتيكولامين ماشي وكولامين، وعندي تقسيمه على حسب الاكشن دايركت او اورن دايركت او دول دول اللي هو ايه ميكسد يعني. طيب نبدا بالتقسيمه بتاعتنا اللي هي الكيمستري كلاس كلاسيفيكيشن. عندي نوعين من الكاتيكولامين، ادي الكاتيكولامين عندي اهي دخل معلش تمام. عندي كاتيكولامين ما فيهاش كاتيكول نيوكلس تمام، فبالتالي اهو عملها هلال كاتيكولامين ما فيهاش كاتيكول نيوكلس تمام، وال النون كاتيكولامين ماشي مش كونتين النيوكلس كاتيكول تمام. طب الابزوربشن بتاع الكاتيكولامين قال لي نوت ابزوربد اورالي، يعني انا اديها ايه؟ هديها ماشي هديها له اي في، هديها له اي حاجه غير ان هو ياخدها ايه اورالي. وعلى العكس الابزورب، بص الجدول ده خلينا نقول ان احنا بنعمل عروض كده، طول ما احنا ماشيين في قلب الشرح هنعمل عروض اللي هو عرض معلومه وخد عليها معلومه عاديه. فانت هتعمل المعلومه كاتيكولامين ماشي في نص والنص الثاني عليه دي تمام. النص الثاني اللي عليه دي مثلا ايه؟ الكاتيكولامين هو فيه كاتيكول نيوكلس، فيبقى النون كاتيكولامين ما فيهوش كاتيكول نيوكلس تمام. من حيث الابزوربشن الكاتيكولامين بعمل بيحصل له ابزوربشن اورالي، لا النون كاتيكولامين بيحصل له ابزوربشن اورالي تمام. يبقى الكاتيكولامين نون، النون كاتيكولامين ابزورب عادي. طيب كاتيكولامين ما بيعديش البلاد برين باري، فبالتالي النون كاتيكولامين يعدي البلاد برين باري تمام. فاثناء الميتابوليزم هكسر بقى يحصل له ميتابولايزد باي الماو ماشي والكم اللي هو الانزيمات اللي بتاعت التكسير، لا الكاتيكولامين ما يكسرش بيه. التي اوف الكاتيكولامين راجل رابد وشور، انما النون كاتيكولامين سلو ولونج. زي مين الكاتيكولامين؟ قال لي احنا واحنا ماشيين هنلاقي عندك الكاتيكولامين ادرينالين وادرينالين دوبامين ودوبيوتامين ماشي وايزوبرينالين تمام. كده كده احنا هنقول الامثله دي وهنشرحها واحنا ماشيين تمام. النون كاتيكولامين عندك افيدرين تمام وامفيتامين زي الفينايل وفينايل افرين تمام. كده كده برضو واحنا ماشيين هنشرح الامثله دي. هنتكلم بقى عن التقسيمه اللي هي على حسب الاكشن تمام. اول حاجه عندي، عندي دايركت ده هيروح يشتغل على الريسبتور على طول تمام. يعني خليني اقول ايه كده القلم ده، ده دواء هيروح يشتغل على الريسبتور دايركت ماشي، ملوش دعوه حد ده الدايركت تمام على طول. انما الدواء التاني اللي هو اندايركت هيروح يعمل ايه؟ هيروح هنا الاول على السيناب تمام، ويطلع منها نور ادرينالين ونور ادرينالين يروح يشتغل على الريسبتور. من الاخر ده الدواء بتاع الوسيط، اندايركت وسيط محتاج وسيط تمام. خلينا نتكلم في ان الدايركت اكشن، الدايركت دراجز دي معظم الدراجات اللي انا مش هقول اسمها تمام. انما عندي مين اندايركت اقول له امفيتامين تيرامين كوكايين تمام. يبقى الادويه اللي هي اندايركت امفيتامين وتيرامين وكوكايين ادويه بتحتاج وسيط. طب الادويه الميكسد؟ قال لا ده الدواء الميكسد
ده دواء من نوع تاني، ده دواء من نوع تاني. الراجل بيشتغل ماشي هنا وهنا، يعني الراجل الميكسد ده بيشتغل على الاثنين، بيشتغل على الميكسد ويشتغل على، يشتغل يطلع نيورو ترانسميتر ويشتغل على الريسبتور نفسه. فده الميكسد. زي مين الميكسد الوحيد اللي عندنا؟ الافيدرين. باخد بالك اتحفظ الصم بقى، لان يعني هو حاجه مميزه حاجه لوحدها. فالافيدرين ده الوحيد اللي ميكسد اللي عندك. تمام. هنتكلم بعد كده على مين بقى؟ هنبدا نتكلم ناخد دواء دواء بقى عندنا الاول. هنتكلم عن دواء الادرينالين، او هو له اسم تاني اللي هو الابنفرين. تمام. طيب الادرينالين او الابنفرين ده شغال على كل الريسبتورز اللي عندي. يعني ايه كل الريسبتورز اللي عندي؟ ده انا عندي الفا وبيتا. لا يا باشا، ما انت عندك الفا وبيتا. انا معاك عندك الفا وبيتا، ولكن انت عندك الفا واحد واثنين وبيتا واحد واثنين وثلاثه. بالتالي انا نون سيلكتيف الفا وبيتا. يبقى بالنسبه للادرينالين ونور ادرينالين نون سيلكتيف الفا وبيتا. طيب الادرينالين دي تبع مين؟ قال لي ده تبع الكاتيكولامين، يبقى انا دي بجميع الطرق ما عدا اورالي ما يلزمنيش. طيب من حيث الاكشنز، الراجل له سيستميك اكشن شغال على سيستم، تمام، وله لوكال افكتس. ماشي ماشي، تعال نشوف الاكشنز بتاعته. طيب دي شكل الادرينالين الاول في الصيدليه، تعال نشوف الاكشنز بتاعته. نبدا بالسيستميك اكشن يا معلم. قال لي والله على مستوى الكارديو فاسكولار، تمام، الادرينالين قلنا ان هو شبه مين؟ شبه البيتا. فهيعمل جميع الحاجات اللي حصلت في المايند ماب اللي كانت في اول الحصه، تمام، على القلب. هيزود لي، شوف تفتكر كده كانت عايله لي، هيزود اول واحده الكونتراكتيليتي، الهارت ريت، الكوندكتيفيتي، وفي الاخر ده هيزود مين؟ هيزود لي الكاردياك او بوت. خد بالك هيزود لي الكاردياك او بوت. طيب انا بعمل ده كله، هل مش هيعمل مجهود على القلب؟ طبيعي ان انت تزود، انت بتزود الكونتراكتيليتي الانقباض، وتزود الهارت ريت، وتزود الكوندكشن توصيل الامبلس للقلب، مش توصيل الدم، انا قلت الدم سوري، لا توصيل الامبلس للقلب. تمام. فطبيعي ان ده كله يعمل لود على القلب ويبقى مجهود كبير. تمام. وتزود حاجه كمان احنا ما قلناهاش في الاول، هنزود الايه؟ الاكزايتابيلتي والاوتونوميك اوف ذا اوتونوميسيتي اوف ذا هارت. يبقى انا هزود الاكزايتابيلتي في الهارت. طيب كلمه هارت ريت انا بالنسبه لي لها اسم تاني اسمه بوزيتيف كرونوتروبيك. ماشي. كونتراكتيفيتي اسمها بوزيتيف انوتروبيك، كونداكتيفيتي بوزيتيف دروموتروبيك. ممكن تقابلك في الاسئله فانت برضه تبقى عارفها لاجل المعلومه. طيب نتكلم على البلاد فيسلز. افتكر كده من المايند ماب، البلاد فيسلز كان فيها في الحاله الثانيه، انا بتكلم عن حالتين، حاجتين، السكين والميوكس ميمبرين، فانا كده مش عايز اعمل لهم فازو كونستريكشن. تمام. فبالتالي الفا 1 شغال على الفا 1، انما السكيليتال ماسل والكورونا انا عايز فيهم فازو دايلاتيشن دم كتير عشان اعرف اتخان، فبالتالي فيهم بيتا 2. طيب البلاد بريشر، قال البلاد بريشر عندي بيتقسم لحاجتين، لا اما سيستوليك بلاد بريشر، تمام، لا اما دايستوليك بلاد بريشر. طيب ايه اللي حصل؟ قال لي بزياده الكاردياك اوت بوت زاد عندي السيستوليك بلاد بريشر، وزياده خفيفه ما قالش زياده، حتى قال لك فاريشن اختلاف بسيط في دايستوليك بلاد بريشر. فان جنرالي انت عندك البلاد بريشر زايد عالي. تمام. هنتكلم بقى عن نقطه كده هو قالها، يعني اكتشاف كده هم اكتشفوه، قال لك دلوقتي ان الادرينالين بيعمل هايبرتنشن. تمام. فبالتالي الهايبرتنشن اللي عمله الادرينالين، لو انا اديت مع الفا بلوكر، تمام، يعني انا اديت شخص ما في الاستباق جالي في الطوارئ وانا اديته ايه؟ اديته ادرينالين، فحصل معاه هايبرتنشن. لو انا اديت مع الفا بلوكر هيحصل حاجه اسمها فولن بلاد بريشر، بيسموا الحركه دي اسمها ايه؟ اسمها ادرينالين ريفرسال. والنقطه دي مهمه جدا. ماشي. ادرينالين مع الفا بلوكر هيعمل حاجه اسمها ادرينالين ريفرسال هايبوتنشن. اوعى تنسى النقطه دي، مهمه في الامتحان وتاكد عليها في المحاضره. تمام. دي انا اهو بشرح لك ايه؟ بشرح لك ازاي لما عندي الادرينالين اهو رافع البلاد بريشر، تمام، اديته الفا انتاجونست. كلمه انتاجونست دي يعني بلوكر، كلمه انتاجونست يعني بلوكر. تمام. ممكن يكون عندك اجونست، عشان برضو احنا بنقول المعلومه الشيء مش يجلس يذكر. تمام. فانتاجونست ده يعني بلوكر او ضد، انما اجونست فمعايا. طيب انا دلوقتي الادرينالين اديت ادرينالين او ابنفرين رفع ضغط الدم، وبعدين اديته انتاجونست، فالضغط بص نزل ازاي؟ حصل ريفرسال هايبوتنشن. ده الريفرسال هايبوتنشن اللي انا عندي هنا. طيب انا جبت الصوره دي ليه؟ جبت الصوره دي ممكن تيجي لك في العملي، يبقى انت تعرف ان الابنفرين ما هو كان اديته فالضغط عالي، وبعدين رحت مدي معاه الفا انتاجونست فتره السكون دي، وبعدين اديت الابنفرين فراح ايه؟ الضغط نزل اهو، حصل ريفرسال هايبوتنشن. ماشي. تعال نتكلم على السيستمز اللي بعد كده. اول سيستم بعد كده فهيبقى الاي. احنا كنا متفقين قدام اول حاجه خالص قلناها ان بيحصل ايه؟ بيحصل مع الاي بيحصل معاها مايدريزز، حصل ما حصلش؟ بيحصل معاها مايدريز. تمام. ودي كونجيشن. دي كونجيشن ليه؟ قال لي في حاله الكونجيشن، يعني ايه كونجيشن؟ قال لي يعني اديمه، يعني انفلاميشن واديمه، يعني كونجيشن يعني كون انفلاميشن واديمه. فاديمه دي يعني ايه؟ قال لي يعني انت عندك في ميه وضغط ودم وحاجات كتيره في العين، فانا اعمل لها دي كونجيشن ازاي؟ قال لي يروح في الاي الالفا، وان احنا متفقين ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن، فيروح عامل لي فازو كونستريكشن. تمام. ما يعمل لي فازو كونستريكشن يا ريس، يروح ايه؟ يروح
مقلل الاحتقان ده خلاص بقى ما يبقاش داخل المواد اللي التهاب كتير او المايه اللي هتخش او الدم اللي هيخش، فيقل الحوار ده خالص. تمام، هنتكلم عن مين؟ نتكلم عن هيستخدم في ايه تاني؟ يستخدم في ان انا يستخدم في ان انا ايه حالات الجلوكوما. ايه الجلوكوما دي؟ هنتكلم عن الجلوكوما الاول بان انا اقول لك ان الجلوكوما، تمام، الجلوكوما بالنسبه لي هي جلوكوما. يعني ايه جلوكوما؟ قال لي يعني انت عندك ماشي زاد ضغط الانترا اوكيولار بريشر، الضغط جوه العين زاد، فبالتالي لما انت تزود الضغط جوه العين، ولكن عندك مين اللي بيقلل الضغط جوه العين؟ هو الادرينالين، فبالتالي انا ممكن استخدمه لعلاج الجلوكوما. تمام، فانا عالج بقى كده الادرينالين في الاي، هيعمل لي مايدريزز ويعمل لي دي كونديشن، وفهمنا ليه ويعمل لي ايه الجلوكوما، بيقلل الانترا اوكيولار بريشر. فانا كده خد اكشن ماشي وعليه يوز هديه، احنا قلنا بقى ده العروض، ده اكشن وعليه يوز هديه، فلذلك انا هستخدمه في علاج الجلوكوما. اوكي، طيب عندي ايه تاني؟ عندي في الريسبيراتوري سيستم على مستوى اللنجز، احنا قلنا ان هو بيعمل على مستوى اللنجز ايه؟ عرفنا، قلنا ان هو بيعمل برونكو دايلاتيشن بسبب بيتا 2، وبرده دي كونجيشن ان هو في بيت الفا برده 1 على بسيط كده في اللنجز، فتعمل لي دي كونجيشن، ازاله الالتهاب او الاحتقان في الرئه. تمام، ندخل على الجي اي تي واليورينري تراكت. واليورينري تراكت، فاكر يا صديقي ان لما احنا قلنا ان بيرولاكس الوول عشان خاطر تريح المسائل، تمام، وكونتراكت السفنكترز بالفا 1 قلناها. نتكلم على السكس اورجانز، عندي سكس اورجانز على مستوى الميل والفيميل. على مستوى الميل يحصل ايجاكيوليشن بالفا 1، يبقى الفا 1 يعمل لي في الميل ايجاكيوليشن، هو مسؤول عن الكونتراكشن بتاع العضلات مش عارف ايه، فيحصل ايجاكيوليشن. على مستوى الفيميل فاحنا برضو احنا قايلين ان هو بيعمل ريلاكسيشن ماشي للوولز ببيتا 2، ولو فاكر احنا كنا قلنا يعمل ريلاكسيشن للوول ببيتا 2 ده في العادي، تمام، ولكن في حالات السمباثيك، تمام، يحصل ايه؟ يحصل كونتراكشن بالول الفا 1 عشان خاطر تولد ماشي، وبيتا 2 عشان خاطر ايه؟ يريلاكس الرينج بتاع المصل اليوترس. ماشي، هنتكلم على الاذر اكشنز على مستوى الكدني، هيزود الرينين عشان يزود البلاد بريشر، تمام، على مستوى الليفر قلنا هيزود الجلايكوجينولايسيس، على مستوى سكيتال ماسل فانت كده اعمل حاجه اسمها التريمورز اللي احنا شرحناها وقلنا بسبب ان الانسولين عالي فعلى البوتاسيوم ابتيت، تمام، فبالتالي حصل تريمورز. على مستوى الفات سيلز، ودي احنا ما قلناهاش، حاجه اللي انا ما قلتهاش هتلاقيني بقول لك احنا ما قلناش دي، فدي مهمه ركز عليها. مستوى الفات سيلز بيحصل لايبوليسيس بالبي 3، باخد بالك انا عندي بيتا 3 الاستخدام الوحيد ليها وهتلاقي عليها سؤال، بتعمل لايبوليسيس. يعني ايه لايبوليسيس؟ تفتيت الدهون. يعني ايه لايبوليسيس؟ تفتيت الدهون. سي ان اس قال يعني ايه الادرينالين بيأثر كده على ببساطه كده، عارف انت اللي هو ايه، باحراج، اصل انت جاي تقلد واحد فانت ما تقوليش ان انا راح اشتغل عليها استيميلوت. يعني عندي حاجه بقى جميله ماشي والدكتوره ركز عليها برده في المحاضره بتشرحها، قالت ان هي مهمه، تمام، الانتي اليرجيك اكشن. يعني ايه انتي اليرجيك اكشن؟ تمام، يعني مضادات حساسيه. ليه؟ قال لي لان الادرينالين هو الفسيولوجيكال انتاجونست للهيستامين، يعني هو زي ما بيقولوا كده الانتي دوت او الترياق بتاعه، اللي هو الراجل انا هو بص انا هو بنتخانق على نفس الكرسي، فبالتالي الادرينالين لما بيخش يقعد مكان الهيستامين فبيبقاش فيه حساسيه، تمام، قال الحساسيه عندي. نتكلم بقى عن اللوكال افكتس. اللوكال افكتس عندي على مستوى السكين، طب بيحصل ايه على مستوى السكين؟ بيحصل احنا قلنا ان لو تفتكر في اول حاجه قلنا لك على مستوى السكين يبقى في الفا 1 بيحصل فازو كونستريكشن، تمام، في السكين والميوكس، ولكن انا هنا هستفاد من الاكشن في حاجه برضو، هستفاد من الاكشن ان الراجل هيعمل لي ديليت، تمام، ابزوربشن، يديلي الابزوربشن وهيطول الدرج الخاصه بيه، بيقلل التوكسيستي بتاعتها، فبالتالي لما اجي ادي مخدر موضوعي، تمام، حط معاه ادرينالين يا باشا. ليه؟ عشان خاطر اطول مدى مده المخدر. انا عندي خياطه واحد اتعور في صبعه كده من تحت، تمام، هل انا عشان خاطر اخيط الشخص ده اديله جنرال انستيزيا؟ لا، ده انا عايز لوكال انستيزيا. طب انا عايز اطول لوكال انستيزيا دي، حط معاه مين؟ ادرينالين، فبالتالي هيقلل الابزوربشن ويطول مده المخدر ده. نتكلم مع مين؟ نتكلم عن السيستم بعد كده النوز، تمام، استخدمه في علاج حاجه اسمها الابستاكسيس. يعني ايه ابستاكسيس؟ يعني شخص بينزل دم من مناخيره، بليدنج فروم هير نوز، هيز نوز، تمام، بيعمل ايه؟ قال لي هجيب ايه؟ لو حد جالك بينزل دم من مناخيره هجيب قطنه، تمام، وتبلها ادرينالين حطها على مناخيره، يحصل ايه؟ يعمل فازو كونستريكشن للميوكس، تمام، والبلاد فيسلز بتاع النوز بسبب ايه؟ وجود الفا 1 وبس. يبقى كده بالنسبه لك بقى نزل باك بعالج بيه الابستاكسيس. طيب على المستوى الاي، قال لك بيعمل فازو كونستريكشن برضه موضوعي كدهان او كده، بيعمل فازو كونستريكشن بالكونجكتيفا بلاد فيسل. ندخل على اخر حاجه خالص وهي البرونكاي. عندك احنا قلنا البرونكاي فيها الفا 1، تمام، وبيتا 2، الفا 1 على استحياء، هيعمل فيها ايه؟ هيعمل فازو كونستريكشن بالدهان من بره كده، شخص جاي لك عنده ازمه في صدره كده فبتعمل له فازو كونستريكشن، بتدين له الادرينالين موضوعي، تمام، فبيزيل له ايه؟ الدي كونجيشن. او بيتا 2 برونكو دايلاتيشن، بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا بعمل له انهاليشن اثناء البرونكيال ازمه، ان اكيوت ازمه.
تمام، يبقى انا الادرينالين بالنسبه لي بيعمل له انهيريشن في برونكيال ازمه. خد بالك ان ده استخدام، عارف بقى احنا هنخش في الاستخدامات او اليوزز هتلاقي نفسك الدنيا سهله، لان انت واخد الكلام ده من الاكشنز. تعال نخش على اليوزز. اليوزز اللي عندي، تخيل كده انا كان عندي اكشن ماشي سيستميك وعندي اكشن لوكال، حصدر فصدر، يبقى اليوزز تتقسم ايه؟ تتقسم، هتتقسم سيستميك وهتتقسم لوكال. تيجي نشوف السيستميك يوزز على مستوى الكاردياك، تمام، على مستوى الكاردياك او السي في اس او الكارديو فاسكولار سيستم، ايه اللي هيحصل؟ هستخدمها في ايه؟ قال لي هتستخدمها في حالات الكاردياك اريست، وانا بدي ساعتها الحقنه، تمام، بديها ايه؟ انترا كارديك. انا بدي الحقنه دي انترا كارديك، بحقنها في القلب. طب على مستوى الريسبيرتوري سيستم، البرونكيال ازمه، انا بيجي لي برونكيال ازمه، تمام، لسه ما انا قلت خلاص في الاخر كده اهو في الانهاليشن على مستوى البرونكو، تمام، فبديه في البرونكيال ازمه. حد يقول لك ايه دكتور انت لسه قايل في اللوكال اكشن من شويه الاكيوت برونكيال ازمه بديه، بس انا قلت انهاليشن، تمام، فهو استخدامه ريسبيرتوري، تمام. كنت بقول عشان خاطر موضوع الدهان بتاع الالفا 1 على مستوى اليوترس، فانا بديه اثناء الولاده عشان خاطر السفنكتر يريح والمسلز بتاع الرحم تكون كونتراكت فبيطلع الجنين. هديك انتي اليرجيك في حالات الانافيلاكتيك شوك، تمام، والارتكاريا في الحالات الميتابوليك، ان هو الهايبوجلايسيميا، هايبوجلايسيميك كوما، الشخص عنده السكر قل جسم جدا في الجسم، فبالتالي انا بديله الادرينال ده عشان يزود عمليه الجلايكوجينيسيس ويعمل لي هايبر جلايسيميا، تمام. اللوكال يوزز عندي ماشي هستخدمه في الويز لوكال انستيزيا عشان خاطر البرونج افكت، احنا قلنا ان هو وانا بحطه مع اللوكال انستيزيا في التخدير الموضعي عشان خاطر طول المده، او في حالات الابستاكسس لما بحط الادرينالين على نقطه على قطنه، تمام، واعمل له نزل باك بيها، يعني ايه بحشرها في مناخيره كده عشان خاطر يعمل لي فازو كونستريكشن للنزل نوكس والنزل بالادفيسز، او في حالات ان انا بعمل له ايه برده في حصل كونجيشن في النوز او الاي، تمام، والاكيوت برونك الازمه كانهاليشن برده، يبقى انا ممكن استخدمها انهاليشن او ممكن استخدم، انا ممكن استخدمها في حالتين، برونك الازمه سيستميك وممكن استخدمها لوكال يوزز، لوكال يوز برده. طيب دكتور بص انا الليله دي كلها مش جايه معايا، انا مش عارف احفظ، انا عايز سكيم، عينيا ليك، خد سكيم. دكتور في المستشفى، تمام، ومعاه مراته، فجت لواحده لقيته بيعالجها مش عارف ايه، والراجل اللي بيتعامل بلطف طبيعه الدكاتره يعني ناس لطيفه جدا، فبيقول لها ده عندها ازمه، تمام، فبتقول له ايه عندها ازمه في قلبها وتعبانه مش عارف ايه، قالت له انا اضرب القلب والرحم يا هيما، غيبوبه وازمه، غيبوبه وازمه في عينك لو سليمه يعني ايه، هتالي بقى وسنتك بيضاء. طيب انا فكرني بالانافيلاكتيك شوك، انتي اليرجيك وانستيتيك، تمام، اقدر تفكرك باسم الدواء ادرينالين، تمام، القلب، لا، حالات الكارديا ريسستيشن، تمام، او الكاردياك اريست، تمام، الرحم، اليوترس، يفكرك باليوترس كونستريكتنج، كونستريكتنج رينج لو اليوترس، تمام، كونستريكتنج رينج في حاله ايه يعني الست بتولد، تمام، وعنق الرحم قافل، فانا هديله ادرينالين عشان العنق يفتح وتزود انقباض الرحم، فالطفل يحصل له ايه كونفالجن لبره يطلع، او فالجن لبره يطلع لبره. يا هيما افتكر الهيموستاتيك ابيستاكسيس، تمام، غيبوبه طبعا هايبوجلاسيميك كوم، عارفين ان كوما يعني غيبوبه، تمام، غيبوبه السكر، ازمه اكيوت برونكيال ازمه، وعين اللي هو في حالات الايه الاوبن انجل جلوكوم، تمام. يبقى انا اضرب القلب والرحم يا هيما، غيبوبه في عينك، غيبوبه وازمه في عينك لو سليم. طيب خلصنا اليوزز الحمد لله، ندخل على السايد افكت. بص يا غالي كل سايد افكت تاخد عليه كونتر اندكيشن ليه، والسايد افكت انا قسمتها لك على حسب ايه، على حسب الريسبتورز اللي عندي. انا عندي الفا 1 بيعمل فازو كونستريكشن، وبيتا 1 بيعمل كاردياك افكتس، وبيتا 2. طيب الفا 1 بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي هايبر تنشن ماشي، ويزود ايه السيربر، وممكن يوديني للسيربر هيموروج. سيربر هيموروج يعني نزيف في المخ، تمام. يبقى انا ما استخدموش في حاله ايه، شخص عنده هايبر تنشن اصلا، اوعى تديله ضخ، اوعى تديله ادرينالين. انت في حاله ان انت شخص عنده هايبر تنشن، اوعاك اوعاك ثم اوعاك تدينه ادرينالين، خد بالك. يعني في حاله الجنجرين مع التخدير الموضعي، في حاله لو انت حقنته في تخدير موضعي في صابع بعيد او كده ماشي، ممكن الدم فيها قليل فيعمل فازو كونستريكشن، فشخص عنده جنجرين اصلا، عنده ايه، عنده غرغرينه، جنجرين دي يعني غرغرينه صابع اسودت ومش عارف ايه وكده، فبيعمل غرغرينه، فانت ما تدوش مع التخدير الموضعي حوالين الصباع او الحاجات الصغيره البعيده دي عشان خاطر يعمل لي فازو كونستريكشن فيقفل الدنيا، فبالتالي انت وديته في داهيه، تمام. يبقى انت ما تست الفا واحد تعمل لي هايبر تنشن، تعمل لي غرغرينه، تمام، وما تدوش مع التخدير. خد بالك انت واخد ان انت بتديله مع التخدير الموضعي مش عارف ايه، ممكن يجي لك تروح الفولس يقول لك ايه بيست افكت اوف ادرينالين، او بيست دراج اوف تشويس اثناء اللوكال انستيزيا اراوند فينجر اور تو الادرينالين، فانت ما شاء الله تو عشان خاطر هو بيتاخد في اللوكال انستيزيا، لا حمار. ليه؟ لان هو ما فيش حمار، انا اللي سوري، المهم لان هو بيستخدم في ايه، يستخدم في اراوند الفينجر اور تو،
البيتا 1، البيتا 1 تاكي كارديا وبالبيتيشن وانجينا، بيعمل لي على مستوى القلب، بيعمل لي تاكي كارديا سرعه في ضربات القلب تمام، وانجينا اللي هو زي حصدريه. يبقى انا ما استخدموش في حالات الاريثميا تمام والسيتوكسوز. ايه السيتوكسوز ده؟ اللي هو تضخم او تسمم في الغده الدرقيه. السيتوكسوز او تسمم الغده الدرقيه ده بيعمل لي، وصلني لحالات التاكي كارديا تمام. بيعمل ايه؟ قال لي في حالات الجنرال انستيزيا يحصل حاجه اسمها فينتريكولار فايبريشن تمام، تصلب في ايه الفينتريكل، فبالتالي ما استخدموش برده مع الجنرال انستيزيا. مين الجنرال انستيزيا؟ قال لي زي الهالوسين تمام. في حاله البيتا واحد يعمل لي مين؟ قال لي يعمل لي انجينال بين، كونترا انديكيشن في مين؟ في الانجينا. في البيتا 2 قال لي بيعمل لي سكيليتال ماسل تريمورس سايد افكت تمام. شوف الميم ده بيقول لك ايه، او بيقول لك ايه، اوعاك يا ولد تدي ادرينالين لواحد ضغطه عالي تمام، او واحد عنده اريزميا بس هي ازمه راحت في ده. ليه؟ لان انت ساعتها هتبقى في ازمه، ما تديش لحد عنده ضغط عالي ادرينالين اطلاقا عشان ما تروحش في داهيه، انت لا تحاسب وانت اللي ايه. لذلك انت في الاستقبال اول حاجه بيعملوها ايه، ان هم بيقيسوا الشخص ضغطه، بيقيسوا الفايتالز دي كلها علشان خاطر شخص ضغط عالي هو جاي لي مثلا بيشك في حاجه معينه، فما تغبقش وروح مديله ادرينالين، يروح معلي له الضغط، يروح يروح حصل له ايه ستروك، يجي له جلطه، يروح في داهيه، فانت اللي تتحاسب عليه. ناخد الام سي بي بتاعتنا اللي على الادرينالين. بسم الله. يقول لك ويتش امونجست ذا فولوينج از ثيرابيوتيك يوز اوف دراج ابينفرين، بستخدمه في الانافيلاكسيس. اه انا ماشي سوبرفيشال بليدنج، اه لما كان حصل بليدنج في الابستاكسس حصل برونكوس بازم، اه لما حصل فازو ستريكشن عشان اعمل ايه ازيل الكونجيشن دي، اعمل دي كونجيشن، فبالتالي اول اوف ذا اباف الاجابات تمام. بيقول لك ذا كوركت كلاسيفيكيشن اوف ذا دراج ابينفرين كان بي، الابينفرين قلنا ان هو نون سيلكتيف الفا وبيتا تمام. دور معايا نون سيلكتيف ادرينرجيك اجونست، ايوه هو صح، يبقى الاجابه الاولانيه ايه هي اللي صح. طيب نتكلم عن انديكيت ذا اندايركت اكتنج سيمباسوميتيك ايجنت. احنا اتكلمنا عن الاندايركت، تقسيمه الاندايركت، وقلنا ان هم كانوا مين. الاندايركت الاندايركت عندي كانوا تيرامين، كانوا امفيتامين، كانوا كوكايين. فانا عندي مين هنا؟ عند التيرامين، خلاص اخترت. اما الابنفرين ما قلناهوش لا في الاندايركت ولا قلناه في الدول او الميكس اكشن، فبالتالي هو تبع الدايركت. يبقى احنا نحفظ الاربعه، نحفظ ثلاثه بتوع الاندايركت وواحد بتاع الدول تمام، وابقى انا كده ايه في السليم. انا هقعد احفظ بتوع الدايركت كلهم، فانت كده ليلتك طويله ومش معدل. يبقى احنا تاني نراجع نقول الكلمتين المهمين في الادرينالين على المستويات او الحاجات الجديده اللي ما كانتش موجوده في المايند ديمان. اولا انا بستخدمه في حالات، بستخدمه في حالات ايه، تعال نرجع تاني. بس اولا على مستوى الاي، فانا قلت ان هو بيعمل ايه، بيعمل لي اكتيف مايدريز وبيعمل لي دي كونجيشن تمام، افتكر كده. وفي كلمه برضو احنا ما كناش قلناها في المايند ماب واتزادت مع الكارديو باسكور، اللي هو بيزود الاكسايتابيلتي تمام. واهم حاجه عند الريفرسال افكت، اللي هو الادرينالين لما ادي معاه الفا بلوكر يعمل لي هاي بوتنشال تمام، اسمها ريفرسال افكت، مهم تمام. وانتي اليرجيك، لان هو الادرينالين از فيسيولوجيكال انتاجونست اوف هيستامين تمام. وافتكر ان البيتا 3 هي اللي بتزود اللايبوليسز تمام، وافتكر ان انا بستخدمه في علاج البرونكيال ازمه تمام. الحاجات دي الحاجات المهمه الموجوده عندي ما قلناهاش. واوعى تدي الادرينالين في شخص ضغطه عالي او شخص عنده اريزميا. اوكي هنتكلم بقى عن باقي الكاتيكولامينز، وحابب ان احنا نحطهم في جدول كده، هما برضو اصلا قريبين من الادرينالين في الشكل، ولكن احنا ايه كل واحد له اختلافه. نبدا باخو الادرينالين هو النور ادرينالين. طب الابنفرين اسمه ابنفرين، يبقى الادرينالين اسمه نور ابنفرين. الريسبتورز اللي شغال عليه، قال لي النور ادرينالين هو ميلي الفا وحبه كده على استحياء ويك بيتا 1 تمام. هديه ازاي؟ قال لي هتدي اي فيو، اي في اي في يعني انترا فينوس تمام. طب الاكشن، قال لي له ثلاثه اكشن على مستوى البلاس فيسلز، فراجل بيعمل فازو كونستريكشن تمام، لوجود مين؟ لوجود الالفا 1، فبالتالي بيزيد البريفر ريزيستنس ماشي. على مستوى البلاد بريشر، فالراجل بيزود الحاجتين. خد بالك ان الادرينالين كان بيزود سيستوليك صراحه كده، اتقالت ان هو بيزود السيستوليك، ولكن الوحيد اللي بيزود الحاجتين هو النور ادرينالين، بيزود سيستوليك اند دايستوليك تمام، فبالتالي بيزود البريفر ريزيستنس. خد بالك ان النور ادرينالين بيزود البريفر ريزيستنس تمام. على مستوى الهارد بيعمل حاجه اسمها ريفلكس برادي كارد، اتقل هعرفك يعني ايه ريفلكس برادي كارد تمام. استخداماته بقى، قال لك يوزز ان هو بستخدمه عشان ارفع ضغط الدم هايبوتنشن، في حالات الهايبوتنشن. استنى يا باشا، استنى يا باشا، استنى بس، يعني ايه هايبو؟ بستخدمه في حالات الهايبوتنشن، مش الراجل ده فيه بيزود السيستوليك والدايستوليك، يعني بيزود البلاد بريشر ازاي؟ اتقل هعرفك. طيب السايد افكت بتاعه بيعمل هايبر تنشن وبرادي كارد تمام. ازاي استخدمه يعني؟ الغلطه فين او الوقعه فين باينه؟ يقول لك ازاي انا ازاي السايد افكت بتاعه تمام هايبر تنشن ويعمل لي ريفلكس برادي كاردي، يعني بطء في ضربات القلب. استنى اعرفك تمام. الايزوبرينالين ده تاني واحد فيهم، الريسبتور بتاعه شغال على بيتا اونلي تمام،
هو اكنك بتتكلم عن الادرينالين بالظبط، ولكن في خلاف حاجتين. على المستوى البلاد فيسلز الراجل بيعمل فازو دايلاتيشن، وعلى مستوى البلاد بريشر الراجل بيوصلني ان هو بيعمل ايه، هاي بوتنشن. طب بستخدمه في حالات ايه؟ قال لي بتستخدمه في حالات الهارت بلوك عشان تعمل فازو دايلاتيشن توسع الدم، او في حالات البرونكيا الازمه برضه عشان تعمل فازو دايلاتيشن. طيب السايد افكت، قال لك هتستخدم البيتا واحد اللي هو كان تاكي كارديا وبالبيتيشن وانجينال بين واريزميا، تمام، وبيحصل ايه والكونترا انديكيشن نفسها بتوعها. طيب دوبامين، قال الدوبامين ده بقى راجل ده الكوماندا بتاع الجدول، له ثلاث حاجات، له ثلاث ريسبتورز شغال على ثلاثه، وكل واحد منهم شغال على حسب الجرعه بتاعته، يعني شغال على الدوبامينرجيك ريسبتورز على حسب جرعته تديها ازاي، شغال على البيتا 1 ومعاه بيتا 1 ومعاه الفا، كل واحد فيهم له الريسبتور بتاعه. يعني مثلا لو انا اديته بجرعه قليله اشغل الدوبامينرجيك ريسبتور، قوم يعمل لي ايه؟ يعمل لي فازو دايلاتيشن في الرينال والكورونري كل الفيسلز اللي عندي، تمام. يبقى انا لما ادي جرعه صغننه يشغل الدوبامينرجيك ريسبتورز يعمل لي فازو دايلاتيشن. طب لما ادي مودريت دوز جرعه متوسطه هيشغل البيتا ريسبتورز، فبالتالي هتزود كل الكاردياك بروبرتس اللي احنا حافظينها، كونتراكشن وكونتاكشن وهارت ريت مش عارف ايه، بزود لي الكاردياك اوتبوت، ماشي. طب ما ادي بهاي دوز، هاي دوز هيشغل لي الالفا ريسبتورز، فبالتالي يعمل لي فازو كونستريكشن لكل مين؟ البريفرال، ماشي، للبريفرال بلاد فيسلز، تمام. يبقى الراجل يعمل لي فازو كونستريكشن، يبقى الفا يعمل لي فازو كونستريكشن، تمام. يبقى انا كده عرفت ثلاث حاجات، مع اللودوز يشغل لي اهم حاجه اعرفها عشان ام سي كيو، مع اللودوز يعمل لي دوبامينرجيك ريسبت ونشغلها، مع المودريت دوز يشغل لي البيتا ريسبت 1 ريسبتورز، مع الهاي دوز يشغل الفا 1 ريسبتور. طيب الاستخدامات بتاعته هي نفس استخدامات الدوبيوتامين اللي هو اخوه، هستخدمه في حالات الشوك، اي شوك عندك مثلا كاردياك شوك، هيموراجيك شوك، سيبتك شوك، واكيوت هارت فيلير، تمام، وهايبو تنشن حالات الضغط الوطني. طيب واخدين بالنا حاجه، ان معظم الجدول ده اللي هو النور ادرينالين والازوبرينالين والدوبيومين والدوبيتامين بيستخدموا في حالات الضغط الوطني، تمام، عشان ارفع الضغط. نتكلم عن مين؟ نتكلم على السايد افكت. سايد افكت مين؟ على فكره انا رايي هنتكلم عن السايد افكت بتاع البيتا 1 التاكي كارديا. بص حط بقى لما انت عايز بقى السايد افكت بتاع البيتا 1 والالفا 1 حطهم هنا، وهتزود عليهم مين؟ ان الدوبامين بيعمل نوزيا وفوميتنج، نوزيا وفوميتنج. طيب اتكلمنا عن الدوبامين، الدوبيتامين قال لك سيلكتيف بيتا 1 وويك الفا، ويك الفا سيلكتيف بيتا 1. يبقى ما يجي يتكلم مثلا في الامتحان ويقول لك ام سي كيو ويتش اوف ذا فالونج از سيلكتيف بيتا 1، يبقى انا هحتاج مين؟ هحتاج دوبيتامين. طبعا بيتا 1 تعمل مين؟ قال لها هتزود المينلي كونتراكتيليتي، هتزود كل الكاردياك بروبرتيز مينلي كونتراكتيليتي، وتعمل برضه نفس السايد افكت بتاع بيتا 1. طيب توتال بقى بتاع الجدول ده كله، انا اللي يهمني منها ايه؟ يهمني اعرف عن النور ادرينالين، حته الريسبتورز مهمه جدا عشان في الامتحان، تمام؟ يعني يهمني اعرف ان النور ادرينالين بيعمل حاجه اسمها ريفلكس بادي كارديا، هنشرحها كمان دقيقه واحده او ثانيه واحده، تمام؟ يهمني اعرف ان الايزوبرينالين ده شبه الادرينالين ولكن هو بيعمل فازو دايلاتيشن في البلاد فيسلز، وان هو بيستخدم في علاج الهارت بلوك البرونكيا الازمه، ماشي. يبقى ايزوبرينالين مش النور ادرينالين، سبحان الله، مع ان النور ادرينالين اخوه بس مش بيستخدم في علاج البرونكيا الازمه والهارت بلوك زي، تمام. الدوبامين يهمني اعرف ان هو في ثلاثه ريسبتورز بيشتغلوا على حسب الجرعه اللي انا بعملها، تمام، بديها. يهمني اعرف في الدوبيتامين ان سيلكتيف بيتا 1 وويك الفا وبس. تعمل نتكلم بقى على ايه؟ على الفليكس برادي كارديا، بيقول لك ازاي النور ادرينالين زود السيستوليك والدايستوليك وعمل هاي بوتنشن، هو ما عملش هاي بوتنشن، هو ما عملش هاي بوتنشن، ودي اكبر غلط. يعني هو الراجل سوري كده في الداتا ما عملش هاي بوتنشن، لا هو عمل ريفليكس برادي كارديا، ماشي، عمل ريفليكس برادي كارديا، ماشي. طيب ايه اللي حصل بقى؟ خد بالك اهي، خد بالك عشان خاطر ما تقعش فيه، الراجل عمل ريفليكس برادي كارديا، انا بستخدمه في علاج اصلا الهايبوتنشن، اوكي، ولكن الحل فين؟ قال الحل في الريفليكس برادي كارديا. ليه الريفليكس برادي كارديا دي؟ تمام، قال لك ان في حاله البيتا 1 زودت الكاردياك بروبيرتي، بزاد الهايبر، عمل هايبر تنشن، الهايبر تنشن ده عمل ستيمولس لمين؟ للفيجن نيرف، الفيجن نيرف راح على الاس ان وقال لها اهبطي شويه، اهبطي شويه، فحصل ايه؟ برادي كارديا، تمام، ريفلكس برادي كارديا. فايه اللي حصل بقى؟ قال لي انتاجونايزد باي اتروبين، اللي بقى الليله دي كلها ادي اتروبين تمشي. طيب حته الريفلكس برادي كارديا دي مهمه جدا عشان تكون عارف، يعني حته الريفلكس برادي كارديا هي مهمه الدكتور نبه، من ضمن النقط الدكتور وقفت عندها في الشرح المحاضره ونبهت عليها. طيب نتكلم عن نون كاتيكولامين، قال لك ان هم مقسمهم بقى للسي ان اس ستيمولانت وانروجينكس وفازوبريسورز ونزل دي كونجستنت، احنا هنتكلم عنهم، تمام، في قادم اللحظات، فايه عدي بس. يهمني بس نعرف عن برونكو دايليتورز ان هم السالبوتامول والتربوتالين والسالمترول، ماشي، احفظ منهم سالمترول، احفظ اللي متعلم حتى بالبنفسجي. نبدا باول واحد فيهم او اول حاجه قبل ما نبدا فيهم، حابين نتكلم عن حاجه. انا عندي ريسبتورز، اتفقنا ان انا عندي دايركت اكشن ودايركت اكشن ودور والحاجات دي كلها. طيب بدانا بالامفيتامين،
الامفيتامين ده لو انت فاكر كنت انا بقول عليه ان هو مع الاندايركت اكشن، صح؟ وقلنا كنا متفقين ان الاندايركت اكشن بيبعت وسيط اللي هو النيورو ترانسميتر او النيورو ادرينالين يشتغل على الريسبتور الناحيه الثانيه ويعمل له هو الشغل. طيب هنا الامفيتامين دخل على نور ادرينالين، طلعه قال له يا نور ادرينالين اطلع، فطلع. طيب النور ادرينالين راح على الريسبتورز خلص الشغل وراح يحصل له ريابتيك، عمل ايه المعلم فيه؟ قال له لا خليك، لا خليك ما انتش طالع، فمنع ان هو يطلع وعمل نفس ذات الحركه مع الدوبامين تمام والادرينالين. فبالتالي هتلاقي ان في حصل ايه، تراكم، حصل تراكم للمواد دي في السينابتيك كليفت اللي هو المسافه ما بين البوست سينابتيك والسينابتيك. فبالتالي الريسبتورز دي او الحاجات دي المواد دي النيورو ترانسميتر دي بقاش عندها غير مين، هي واقفه هنا تعمل ايه، بقاش عندها غير الريسبتورز دي تدب فيها. لما تدب فيها قوم يحصل ايه، قوم تشتغل على يحصل بقى سي ان اس ستيمولانت بلا ازرق، ما انت خلاص بقى انت يعني عملت دب في الريسبتور تمام. فبالتالي انت عرفت ان انت عندك الامفيتامين اشتغل ازاي، اشتغل ان هو زود الخروج ومنع الري ابتيك، اشتغلت على الريسبتورز فعمل لي حاجه اسمها ايه، زود السي ان اس ستيمولانت. لما يزيد السي ان اس ستيمولانت يخليك على طول اليرت مش عارف تنام، يحصل لك حاجه اسمها انوركسيا مش عايز تاكل، انوركسيا مش عايز تاكل يبقى انا ممكن استخدمها مع الناس اللي اوزيتي يخلوهم يخسوا ماشي، يحصل لك حاجه اسمها يوفوريا، يوفوريا دي ان هو ايه الدواء يزيد شويه، في يوفوريا ده اللي هو مزاج عينك كده تمام. انا عارف كمان شويه بسبب الحركات دي ان الراجل ده انا مش هستخدمه تاني كدواء، لان هو الحكومه منعته قالت لك بس ده ايه، ده تبع المخدرات. يجي دواء تاني بقى بيشتغل بميكانيزمين، ميكانيزم بتاع الامفيتامين ماشي، وميكانيزم تاني بيروح يشتغل على الريسبتور بنفسه، يعني الراجل بيشغل ناس تحت ايده وبيروح يساعد شغله يعمل شغله بنفسه. زي مين؟ قال لك مين ده؟ الافيدرين. الافيدرين ده الدواء الوحيد اللي بيعمل ميكسد اكشن، الدواء الوحيد اللي بيشتغل على النيورو ترانسميتر ويشتغل على الريسبتورز نفسها تمام. تمام نيجي نبدا بقى نتكلم عن ان الافيدرين، والافيدرين اسمه التاني زودو افيدرين ماشي، يبقى الافيدرين وزودو افيدرين هم اخوات. طيب الروتس اوف ادمنستريشن، هو الافيدرين ده كان ايه يا ريس؟ نان كاتيكولامين. افتكر كده نان كاتيكولامين كنت باخده ايه؟ قال لي كان ابسوربت اورال، يبقى انا هاخده اورال عادي ممكن اعمله انجكشن. طيب افتكر يا ريس كده احنا قلنا ان هو كان نان كاتيكولامين تمام، وقلنا ان الافيدرين ده الوحيد اللي بيشتغل دول الميكانيزم. ولكن قال لك كلمه مفيده، قال لك ان الريبيت الادمنستريشن هو والامفيتامين تمام، بس حاجه اسمها التوليرانس والتاكيفلكس. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني ان الجسم بيبدا ان هو ياخد على الدواء وياخد على وجود الدواء فيه، بيحصل انت جرعه ما تتحوق فيه، وعنده كمان فكره ان هو ايه على مستوى السرعه الراجل بيشتغل بسرعه تمام، يعني بيتاقلم بسرعه على الدواء ده. وهو بيك ويك بيز، يعني ايه ويك بيز؟ يعني هو قاعده ضعيفه، بالتالي بيحصل استيكيشن اليورين تمام. عندك بقى ايه الفارماكولوجيكال اكشن؟ قال لك الافيدرين، ما احنا شايف الافيدرين تحت منه الفا زائد بيتا، فهو نون سيلكتيف الفا وبيتا، فهو يشتغل على مين؟ قال لي يشتغل على، يشتغل بالظبط زي الادرينالين بس ويكر. طيب ولكن خد بالك كلمه ادرينالين ريفيرز هي موجوده بس مع الادرينالين، كل لما اجي اقول لك على ايه هو بعد كده الافيدرين لا ما فيهوش ادرينالين ريفيرز. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان الراجل الطاهر ده لما كان في السلايد اللي فات زود الشغل على النورو ترانسميتر وزود الشغل على الريسبتورز يعمل لي سي ان اس ستيمولانت تمام. طب سي ان اس ستيمولانت بدايه من اللي فوق، من اول بقى ايه السريبرال مضله والكورتكس والريتيكولار فورميشن، هيستيمولي كل الحاجات اللي في ايه، اللي في السي ان اس. بالتالي لما بس انا عندي هو قسمهم تقسيمتين، قال لي لما يعمل لي ستيمولي للريسبيراتوري سنتر او المضله سنتر، المضله سنتر فيهم حاجه اسمها فازو موتور سنتر، حتى هي مكتوبه عندك في الداتا في ام سي فازو موتور سنتر تمام. دي بالذات بيحصل لها ستيميليشن لما تكون انت ايه ديبريست محبط تمام. والكورتكس سنتر، السيمتريك كورتكس سنتر اند ريتيكولار فورميشن، يعمل حاجه اسمها انكزايتي وانسوميا، هو الراجل ما بينامش عنده ارق تمام وقلق، ده الاكشنز بتاعه. يبقى الراجل بيشغل ريسبيرات سنتر، شغلك المضله سنتر حالة ما تكون انت ديبريست تمام، وبيعمل لي قلق وانسوميا. طيب نتكلم على اليوزز بقى. اليوز عندي قال لك هو زي الادرينالين بالظبط، يعني ايه زي الادرينالين بالظبط؟ يعني هستخدمه في حالات بقى اللي هو انا اضرب القلب والرحم يا ابراهيم يا هيما تمام، اسمع وغيبوبه في عينك لو سليم تمام. تتكلم عن مين بقى؟ لك استخدم في حالات النيكتيرنال انيوريسز. يعني ايه نيكتيرنال انيوريسز؟ يعني التبول اللا ارادي. ليه؟ لان هو بيعمل انسوميا، ما بيخليش الولد بينام قوي، هو مصحصح ان نفسه يخش الحمام يدخل الحمام على طول. طيب نتكلم على الناركو اليبسي. ايه الناركو اليبسي دي؟ قال الانسان ممكن ينام، اللي هو ايه حاله بتيجي للشخص ممكن ينام وهو واقف، يعني ايه نوبات من النوم المفاجئ وهو ينام في ساعتها تمام. مورفين توكسيستي اللي هو بيحصل له بقى ايه في حالات المورفين توكسيستي والانتي دوت تقريبا، فهو يشتغل ايه في حالات ان هو يعالج لي المورفين توكسيستي، هديه في حالات المورفين توكسيستي. ماسينيا جريفز اللي هو مرض ضعف العضلات، مرض ضعف العضلات في حالات ان هو الراجل عنده ضعف عضلات تمام، فانا بدي له ايه الافيدرين ده لان هو الفا افكت شغال يعمل لي فازو كونستريكشن، يبدا ان هو ايه يعالج المرض. بدي معاه مين بقى بالمره عشان خاطر انت قدام، بدي معاه مين بالمره عشان انت قدام هتبقى انت هيدوك المعلومه دي ويقولها لك
في حالات المايسثينيا جريفيس، فانا بدي افيدرين ماشي، وبدي معاه مين؟ بدي معاه نيوستجمين. مين نيوستجمين ده؟ هتعرفه في قادم حلقات ان شاء الله. تمام. طيب نتكلم بقى عن السايد افكت. هيعمل سايد افكت زي مين؟ هيعمل سايد افكت زي الادرينال. تمام. وتوليرانس والتاكي فلاكسس مفيش مشكله، اللي هو كده كده احنا عرفنا ان هو الدواء بيعمل سايد افكت، بيعمل ان هو ايه، ادمان للدواء مثلا، او ان الدواء الجسم بقى خد على الدواء ما بقاش بيحوق فيه. طب مثلا انت على فكره نفس فكره ايه، انت ممكن تقعد فتره بتاخد مسكنات وتلاقي المسكن فجاه ده المسكن ما بقاش يعمل حاجه معايا. لا، هو المسكن مش بقاش يعمل حاجه معاك، بس هو الجسم خد عليه خلاص. تمام، جسم تاقلم عليه. طيب بيعمل حاجه كمان، هو اليورين ريتنشن، خاصه مع الناس اللي عندها بروستات هايبرتروفي. على فكره فيها ام سي كيو اهي في اسئله، الاسئله اللي كانت نازله من القسم السنه اللي فاتت الحته دي. ليه؟ قال لك لان هو اصلا الراجل اللي عنده يورين ريتنشن هو مش وعنده اللارج بروستات، فانت تديله دواء زي ده يروح عامل لي ماشي بالالفا بتاعته كونتراكشن للسنكتر، يعني الراجل مزنوق ما يعرفش يعمل حمام. تمام، فانت كده بهدلت الدنيا، فبالتالي انت كان لازم ما تدوش. ده بيعمل سايد افكت يورين ريتنشن، بهدلت الدنيا. تمام، سي ان اس، على مستوى السي ان اس يعمل لك انسوميا، ارق ماشي وقلق. كونترا انديكيشن، مش هديه في الاولد بروستاتيك بيشن. ليه؟ لان احنا قلنا في الاولد بروستاتيك بيشن الراجل هيعمل لي ايه، هيعمل لي، بص افتكر كده، ادي ام ال ادي ده كده انا برسم بحر، دي ال دي يعني المثانه اهي. تمام، وادي ايه، واحنا متفقين ان هنا في بيتا وهنا في الفا على مستوى المثانه، فانت ما تديه في راجل كبير. بص معظم الرجاله الكبار اصلا عندهم ايه، عندهم هايبر تروفي اوف بروستات او بروستاتيك، اللي هي غدد بروستاتا كبيره، بالتالي انت بتديله العلاج ماشي، بالتالي قفلك السفنكتر. انت اصلا المكان ده ضيق مع مستوى مع السن، بيبدا البروستاتا لما تكبر تضيق لي المسار ده، فانت كمان ما شاء الله عليك رحت مديله دواء عمل له بلوك هنا كده، مش عارف يعمل حمام، مش عارف يخرج اليورين اللي عنده، فبالتالي حصل ريتنشن لليورين اللي عنده. الله يبارك لك يعني، فما تديلوش. يبقى انا كده، طب انا يهمني ايه في الافيدرين؟ يهمني ايه في الافيدرين عشان خاطر ده وانا في الامتحان؟ لان الافيدرين برضو شبه الامفيتامين اللي جاي بعد منه، فانا يهمني ايه في الافيدرين؟ يهمني اعرف ان هو راجل نان كاتيكولامين، يهمني اعرف ان هو ميكسد اكشن شغال دايركت وان دايركت، يهمني اعرف ان هو من السيل افكت بتاعته موضوع اليورين ريتنشن، ويهمني اعرف ان انا ما ادوش مع الناس الكبار. طيب، انه ممكن يجيب لك كيس ماشي، مش شرط ان هو يسالك على المعلومه الصحيحه، ممكن يجيب لك كيس ماشي اللي هو حاله مش عارف، راجل عنده 65 سنه وعنده 1 2 3 4، هل صح ان انا اديله افيدرين؟ طبعا لا، هيكلم واكون متذكر من ضمن الحاجات ان هو عنده هايبر بروستات. تمام، فانت هايبر تروفيك اوف بروستات، فانت تاخد بالك بس من المعلومه، مش شرط ان هو يديك المعلومه صريحه قد ما شرط انت تركز ماشي، ممكن يحط لك في كيس يحط لك مش عارف يدورها لك، انت فاهم المعلومه بس تعامل بقى. نتكلم عن مين؟ نتكلم عن الامفيتامين، وبرده هو الفا وبيتا. تمام، ولكن انت متفقين من الاول ان الامفيتامين اشتغل على الريسبتورز وزنقهم، قال لهم في الساين اب كريبت قال لهم ما انتوش طالعين. تمام، كروتس اوف ادمنستريشن هو نفس الافيدرين، ولكن انا افتكر ان هو اندايركت ميكانيزم. طيب خلينا بقى نتكلم عن الراجل الجميل ده. قال لك لما حصل سي ان اس ستيمولانت في الامفيتامين حصل حاجه اسمها اليرتنس، الراجل بقى صاحي. تمام، يوفوريا. تمام، حصل انكزايتي طبعا وتروما وتريمورز، زودت الدواء، فالراجل بيقول لك ايه، يجي لك المريض مثلا يقول لك ايه ده انا بشوف عفاريت، فلما يقول لك انا بشوف عفاريت قول له كده وانت بتاخد افيدرين، يقول لك اه بس خلاص بقى عرف، اعرف ان له انت بتاخد امفيتامين، يقول لك اه اعرف بس منه كده ان هو راجل ايه، هو الامفيتامين ده اصلا بيحصل لك هلوسينيشن، هلوسينيشن بيجي على هيئه ان هو سكيزوفرينيا، راجل اصلا بيبقى بيتعامل بشخصيتين او كده. بالتالي معظم الامفيتامين، وخد بالك هو سنسيتيك، الدواء السنسيتيك لو انت فاكر من الفارماكوكاينيتيك ان هو بيعدي البرين بلاد برين بارير، يعني هو دواء سنسيتيك بيعدي البلاد برين بارير، فبالتالي لما دخل على السي ان اس عمل ايه؟ عمل يوفوريا، يوفوريا يعني بقى مزاجه رايق. لذلك قدام شويه هتلاقيه مثلا بيقول لك من السايد افكت بتاعته ان هو ادكشن، انا باخد دواء الدواء بيخليني مزاجي رايق ما اخدوش ليه على طول. تمام، فبالتالي اتمنع. تمام، على مستوى الانالجيسكس هو مخدر كويس جدا، دواء ما بيخليكش حاسس بحاجه، الراجل وبيديني فاتيج كمان. تمام، بيشغل لك نفس السنترز اللي الافيدرين بيشغلها، ريسبيراتو سنتر والفازوموتور سنتر. طبعا انا قلت لك ان هو الراجل بيعمل لي، انا يهمني برضو في الليله دي ايه، يهمني في الليله دي، يهمني في الليله دي ان انا اعرف ان هو بيعمل يوفوريا. تمام، اللي هو هي اولها ايه بس انت يوفوري. تمام، وبيعمل لي اليرتنس. تمام، والحاجه الثالثه فكره ايه، فكره ان هو بيقلل، اللهم صل على محمد، حاجه اسمها انوركسيا، كلمه انو اريكسيا ممكن تيجي لك في الامتحان بلفظها انوركسيا، يعني بيخليك مش عايز تاكل. يعني ايه انوركسيا؟ اللي هو رقم ثلاثه دي اللي هو بيقول لك بينهبت الفيدنج سنتر اوف هايبوثالاموس، مش حاسس انت عايز تاكل. فانا اللي يهمني يوفوريا، تمام، اليرتنس، انوركسيا.
يعني. طب انا ممكن استخدمه في ايه؟ هستغل الاكشن ده، طبعا احنا عارفين ان احنا بناخد كل اكشن ومعاه ايه؟ ومعاه اليوز بتاعه دي، فانا استغل الحاجات دي قدام. بمعنى طبعا في الثيرابيوتيك يوز، تمام، انا ما بستخدموش لان هو ادمان، بس انا ممكن استخدمه في ايه؟ استخدمه في حاله ان انا عايز اعالج شخص تخين، تمام. في سندروم اسمها اي دي اتش، اي دي اتش دي. ايه الاي دي اتش دي؟ قال لك ان هي الاي دي اتش دي اتنشن ديفيسيت هايبر كاينيتيك ديس اوردر. طب ايه ايه اللي انت قلت عليه ده؟ ايه الحاجات دي؟ قال لك دلوقتي بتلاقي الطفل ايه؟ هايبر اكتف، ماشي؟ بتلاقي الطفل مش منتبه، ممكن يجي لك من المدرسه ناس الشنطه، ناس الجزمه، مش عارف ايه. فلاحظوا ان الامفيتامين ده بيزود الاتنشن سبان، فتره ان الشخص يكون مركز، الولد يكون مركز، ولكن مع الوقت لما نوصل افكت تانيه، تمام؟ فبالتالي خلاص بطلوا يستخدموه، بداوا يستخدموا حاجات تانيه محدش مش علينا في المنهج يعني، الحمد لله، ماشي؟ طب السايد افكت بتاعك، انا قلت لك ان هو الراجل بيعمل لك مزاج عدل، بيعمل لك سايد على مستوى السي ان اس، قال لك انكزايتي وتريمرز وسكيزوفرينيا. طب انا ممكن اركز في ايه من هنا؟ قال لي اقول لك ركز على العيال، سكيزوفرينيا مع الامفيتامين والادكشن في السايد افكت. طيب اعالج التوكسيستي دي ازاي؟ قال لي والله انا هحط له الفا بلوكر، لان هو الفا وبيتا، فبدي له الفا بلوكر عشان خاطر ايه؟ اعالج الهايبر تنشن اللي هو بيعمله. حاله الدايزبام، الراجل بيعمل كونفالشن، فالدايزبام ده بيهدي الايه؟ بيبقى بيضاد الكونفالشن. في حاله اليورين اسيديفيكيشن، فاليورين اسيد، فانا هحط له ماده زي ان اتش 4 دي سي ال عشان ايه؟ تعادل الاسيديتي دي، فبالتالي ايه؟ يزود الاكسكريشن عادي. طيب انا يهمني ايه مع الامفيتامين كالعاده؟ اقول لك اللي يهمني، يهمني اعرف ان هو اندايركت اكشن، يهمني اعرف ان الراجل ده بيعمل انوركسيا اللي هو بينهبت الفيدنج سنتر في الهايبوثالامس، تمام، ان هو الراجل ده بيعمل ايوفيريا، فبالتالي بيخليني ان انا ادكشن له كسايد افكت. الراجل ده بيعمل كونفالجن وسكيزوفري من ضمن تحت مسمى هالوسينيشن، تمام. تعالى ايه، ما نحل اسئله، مش هنحل اسئله، تمام. يبقى النزل دي كونجستنت، دي النزل دي كونجستنت، معظمهم الفا 1، يبقى النزل دي كونجستنت شغالين على الفا 1. مين النزل دي كونجستنت؟ قال لي اولد جروب فنايل، فنايل فري، تمام، وريسنت جروب يهمني في مين؟ الزايلوميتازولين. خد بالك المستخدم دلوقتي على مستوى الدكاتره الزايلوميتازولين هو اللي معترف بيه نزل دي كونجستنت، يعني ازاله احتقان الالم، تمام. طيب ممكن اخده ازاي؟ قال لك اورال دروبس سبراي، زي ما تاخده يعني، في سبراي، في نقط، في اصلا بيتعمل غسول زي محلول اسمه الكا مصر على مستوى الشخصي، كنت باخده عشان الجيوب الانفيه وهكذا. بستخدمه في ايه؟ قال لي بستخدمه في حالات الكومن كولد، البرد، راينيتس، تمام، كمان كولد، البرد او الزكام، فبيعمل لك احتقان في المناخير، تلاقي الشخص مناخيره حمرا كده، تمام، او راينيتس عنده برد برده، تمام، او ساينوسايتس التهاب الجيوب الانفيه. طب السايد افكت اللي بيحصل، قال لي بيحصل ريباوند كونجيشن، كونجيشن افتر ستوبنج، يعني انت برده بعد ما توقف بيحصل تاني، هو الراجل ما ملوش لازمه، هو طول بس كمسكن. طب اللونج يوز بيعمل اتروفي اوف سيليا، بيعمل على فكره عندنا في الاي ان سي، قال لك اللونج يوز بيعمل حاجه اسمها اتروفيك، اتروفيك راينيتس، اللي هو اللي بيخلي التوربينات، الحاجات اللي بتدفي الهواء في على مستوى المناخير، ما الهواء اللي داخل لك ده مش داخل على جوه طول، ده في توربينات بتدفي الهواء اللي داخل، فحصل لها اتروفي، فالهواء بقى يخش على جوه بيعمل بلاوي زرقاء، تمام. اولي سوليوشن، فانت لو بيحصل حاجه اسمها، بتعمل حاجه اسمها نمونيا، تمام. الكونترا انديكيشن، ما تدوش في شخص عنده ضغط عالي او انجينا بيشنت. طب انا اللي يهمني في الليله دي ايه؟ اعرف ان من ضمن النزل دي كونجستنت شغال على الفا 1، ماشي، اعرف ان هم اهم حد فيهم الزايلو ميتازولين، تمام، واعرف ان الالتهاب بيرجع تاني بعد توقف الدواء عن المريض، مفيش اي مشكله تاني، حاجه اسمها ريباوند كونجيشن. يبقى اهم حاجه ان نعرف ان النيزل دي كونجيستن فيها ريباوند كونجيشن، الاحتقان بيرجع تاني بعد توقف المريض عن الدواء، بيعمل نيزل ميوكوزال اتروفي، تمام. وعلى فكره في على مستوى الاطفال بيعمل حاجه اسمها دراوزولينس بسبب دخل الاطفال، تمام. على فكره كان بيسبب لي انا شخصيا ككبير شخص دخل، تمام. ممنوع في الضغط العالي، موضوع في ايه؟ مريض الانجينا. طيب هنتكلم بقى على مين؟ هنتكلم عن الفازو دايليتور اند يورين ريلاكسنت، يوتراين ريلاكسنت اللي هو البيتا 2. طب استخدمهم ليه؟ قال لي بيستخدموا في حالات البريفرال فاسكولار ديزيز، تمام. يوتراين ريلاكسنت استخدمها في حالات الكونتراكشن بتاع ايه؟ اليوترس او بيرمننت بريماتشور ليبر، شخصيه هتولد، تمام، عايز اولدها قبل ميعادها، مثلا الشخصيات اللي هتولد في الشهر السابع مثلا، فبالتالي انا عايز اتولد قبل ميعادها، فبالتالي الهرمونات اللي بتطلع من الجسم نفسه، تمام، الهرمونات اللي بتطلع من الجسم نفسه مش طالعه، بالتالي انا بستخدم الادرينالين ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان انا اعمل ريلاكسنت للرينج دي، ويبدا ان هو ايه؟ يحصل الولاده قبل ميعادها، تمام. زي مين بقى عندي تاني؟ عندي حاجه اسمها تيرامين، التيرامين ده شغال في الجبنه الحادقه، تمام، بيعمل حاجه اسمها اندايركت اكتنج سيمباسوميتك، فاكره اللي كان مع الامفيتامين واللي كان مع الكوكايين، تمام، بيبقى موجود في الجبنه الحادقه، تمام، ميتابولايزد باي ماو. طب الناس اللي بتاخد ماي انهبيتورز بيحصل لهم ماو انهبيتورز، بيحصل لهم هايبر تنسيف كرايسيس، تمام. يبقى انا شخص باكل جبنه حادقه وبعدين اخد ماو انهبيتور، فتلاقي نفسك دخلت في هايبر تنسيف كرايسيس على الاستقبال طوالي، تمام. نبدا بقى ايه ان شاء الله هنحل على الحالات اللي عندي. بقول لك ايه؟ انديكيت، ماشي، ذا دراج دايركت اكتنج بوز الفا اند بيتا، خلاص ما دام شغال على الفا
وبيتا ريسبتورز تمام ودايركت تمام موجود عندي مين هنا؟ موجود عندي النور ابنفر، ده اللي انا اعرفه فيهم. انما الايزو الايزو بريتا نقول ده كان شغال على بيتا فقط، دايركت بيتا تمام. عندي مين؟ بيقول لك كوتش اوف مش عارف ايه، الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 ريسبتورز اجونست تمام، مش شغال على الالفا 1 الفا 1 مش عارف. يبقى دور على مين؟ دور على الابينفرين، هو اللي شغال عليهم كلهم ماشي. عندك بيقول لك انديكيت ذا دايركت اكتنج سيمباثيتك ويتش از الفا 1 الفا 1 الفا 2 وبيتا ريسبتورز ماشي اجونست. هيبقى هنا هو عايز النور ابينفرين، يبقى هو شغال على الفا 1 و2 تمام وبيتا 1 ريسبتورز ماشي. وانا طبعا 1 و2 اتنست السؤال. طبعا انا بتكلم في ايه؟ واحنا قلنا ان النور ادرينالين ماشي، قلنا ان هو ميلي الفا ويك ماشي بيتا ماشي. نكمل الاسئله. بيقول لك ايه انديكيت ذا اندايركت اكتنج سيمباثوميميتك ايجنت. بص يا ريس احنا حافظين اندايركت اكتنج اللي هم امفيتامين كوكايين تمام، مين تاني؟ امفيتامين وكوكايين وتيرامين. طب انا بدور هنا في الاختيارات ما لقيتش، بس السؤال غلط. لكن السؤال مش غلط، احنا خد بالك لو انت خدت بالك ان احنا قلنا ان الافيدرين شغال ميكسد، فبالتالي ممكن يشتغل اندايركت عادي. فاقرب اجابه للصح تبقى مين؟ تبقى الافيدرين. ما تتوترش، السؤال ما شفتوش قبل كده او السؤال ما انتش واخد علينا، ما تتوترش، فكر في اقرب اجابه تبقى صح. which of the following effect is associated with beta 3 receptor stimulation. beta 3 احنا قلنا اهم سؤال ممكن يجي لك في الام سي كيو، beta 3 معاها لايبوليسز تمام. دوبامين باي لو دوز كوز، الدوبامين لما انا اديه بجرعه قليله هيعمل لي مين؟ الدوبامينرجيك ريسبتور، فبيحصل وبالتالي هيشغل ايه؟ يعمل فازو دايلاتيشن للبلاد فيسلز تمام. اخيرا في سؤال كده ممكن يجي لك ايه كاريتن، يقول لك اكسبلين واي وي اد ادرينالين تو بروكاين. مبدئيا عشان خاطر قبل ما الفيديو يقفل، بروكاين اللي هو دواء مخدر موضعي. بالتالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله خلصنا المحاضره، واللي مش فاهم اي حاجه او محتاج اي حاجه احنا موجودين تحت امركم، وربنا يوفقكم جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.